وينضم إلينا من مدينة أبها عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد الزلفة بعد التحية. طبعا لا حلول وسط هذه رسالة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي حول الأزمة القطرية. ما هو قراءتكم لموقف الاتحاد الأوروبي اليوم من هذه الأزمة؟ هل تسمعني سيدي؟ للأسف في تقطع شوي في الصوت. إذن سوف أعيد مرة أخرى السؤال. لا حلول وسط هذه رسالة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي حول الأزمة مع قطر، كيف ننظر اليوم أو قراءتك لموقف الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة؟ من المؤكد أن الأزمة القطرية تحظى باهتمام كبير من قبل كثير من الأطراف، ولكن الطرف الأهم هو الطرف المقاطع لقطر للأسباب التي وضحوها للمجتمع الدولي والمجتمع العربي، والأمور واضحة تماما. نحن لا نريد قطر أن تستمر داعمة للإرهاب ولا تأوي الإرهاب ولا تمول الإرهاب ولا تشجعه في أكثر من مكان في العالم العربي. وأعتقد أن المجتمع الدولي يتفق تماما مع هذا الطرح الذي تطرحه الدول الخليجية ومع مصر المقاطعة لقطر. لكن بعض الأطراف لها مصالح معينة فتريد أن تصل إلى بعض الحلول للحفاظ على مصالحها، مثل تركيا على سبيل المثال، أو حتى كمان الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية. ولكن كما هو واضح وصريح لدى دول المقاطعة لا تنازل عن الأمور التي يجب على قطر أن تتوقف عنها، وهي قضايا مشروعة: وقف دعم الإرهاب، إيواء الإرهابيين، التدخل في شؤون الآخرين، دعم المنظمات التي لا وظيفة لها إلى زعزعة الأمن والاستقرار، تخفيف علاقاتها مع الدول التي نشأت منذ بدايات تكوين الحديث مثل إيران على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها منطقة الخليج. وهل تعتقد قطر أنها في منأى عن هذا؟ هنا هذا الموقف الواضح. مهما كان عدد الوسطاء والمتوسطين إلى آخره، فنعتقد أن الأمر واضح، ما عليهم إلا أن يسمعوا إلى صوت العقل والحكمة التي بدأت بها الدول المقاطعة لقطر للأسباب التي أشرت إليها. نعم، في قراءة سريعة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدول الخليجية، ما جدوى هذه الزيارة؟ هل كانت لإطمئنان أردوغان على مصالحه الاقتصادية في مع دول الخليج، أو لتقريب وجهات النظر أو للوساطة؟ مؤكد أردوغان حريص على مصالحه في المنطقة، وكما قالت الأستاذة سوسر الشاعر في حديثها إلى برنامجكم بأنه أو البرنامج الذي شاركت فيه، أن تركيا لها مصالح في المنطقة وحريصة على مصالحها. وكما أيضا تحدث أحد الأخوة على تركيا أن تفرق بين مصالحها الاقتصادية سبب قوة أردوغان، وبين تلك التوجهات الحزبية التي ستكون سبب الإزعاج لأردوغان إذا استمر في ذلك. هو في مشكلة مع مصر بسبب الانتماءات الحزبية، وفي تحالف قوي مع قطر بسبب الانتماء الحزبي، وهذا أمر يتعارض مع المصلحة الكبرى لمصلحة تركيا في استمرار مصالحها مع دول مجلس التعاون. لها مصالح كبيرة، لها استثمارات كبيرة لدول مجلس التعاون، ومواطنيها استثمارات ضخمة في تركيا. أعتقد تركيا لن تضحي بمصالحها، ربما تضحي بهذا التوجه الأيديولوجي الذي لم يخدمها في شيء. انظري مواقفها في سوريا، يعني كان هذا التخبط بسبب الانتماءات الحزبية أدى بتركيا إلى أن أصبحت اللاعب الضعيف في موضوع سوريا،
اصبحت مترج يعني غير واضحه في المعالم في سياستها نعم. تجاه اسرائيل وتجاه روسيا، فاذا ما بقى معها الا منطقه الشرق الاوسط وخاصه نعم. دول الخليج. اذا ضيعت هذه الفرصه عليها فستكون قضيتها قضيه. نعم، في قراءه سريعه لتصريح وزير الدوله الاماراتي للشؤون الخارجيه اليوم، حيث قال بان مكافحه الارهاب والسياده اصبحت بقدره قادر من تداعيات او من اولويات قطر، ولكن قطر اليوم ترفض يعني الاستجابه لمطالب الدول ال13، يعني المطالب ال13 والتي من اهمها هو مكافحه الارهاب ووقف تمويل الارهاب والجماعات الارهابيه. انا ما ادري كيف تستطيع تجمع قطر بين حكايه تناقض السياده. الو نعم، هناك تناقض في سياسه قطر. اقول هذا التناقض العجيب، انا اتفق مع وزير الدوله الصديق انور قرقاش انه نعم. كيف نجمع بين اصرار قطر على مفهوم السياده وهي لحد ما بوجود هؤلاء المتطرفين الذين يشكلون خطر على الامن والاستقرار للمنطقه والعالم. اذا يعني قطر تفقد سيادتها بهذا استجلاب 5000 جندي تركي لا ندري لأي هدف جاءوا هؤلاء، هل هو لقمع الشعب القطري فيما لو قال كلمته أم سيحاربون به جيرانهم فهم غير قادرون أم ماذا تعني السيادة؟ أنا أعتقد أنهم شوهوا مفهوم السيادة حقيقة بمطالبهم. إذا أرادوا السيادة حقيقية فلا قاعده لامريكا ولا قاعده لتركيا ولا وجود للحوز الثوري الايراني ولا وجود للمتطرفين في قطر، لان وجود كل هذه اخلال بالسياده الحقيقيه. نعم. هذا اذا ارادت قطر ان تحمي نفسها وان تعيد نفسها الى بيتها الحقيقي، البيت الخليجي البيت العربي. نعم. وتمتنع عن دعم الارهاب الذي اساء الى سمعتها الان على مستوى دول مجلس التعاون والدول المقاطعه لقطر، وحتما مع الزمن مع اطاله الازمه ستجد قطر معزوله حتى من العالم، لان المطلب مشروع، مطالب دول المقاطعه مشروع على المستوى الدولي. نعم، وهذا بالفعل ما تم حاليا، بان بعض الدول قد يعني استنكرت ما فعلته قطر من دعمها للارهاب. من ابهى عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد الزلفه، شكرا جزيلا لك.